ثلاثة. أنا بشرح لكم شيء مهم في العلاقة بين الزوجين. يعني لو قلنا الآن مثلا هذه المرأة مثلا وهذا الرجل على سبيل المثال، جدا مهم في عالم الرجال الفراش. الفراش مهم. طيب سؤال، هل المرأة بالنسبة لها الفراش العلاقة الخاصة مهمة؟ نعم الفراش بالنسبة لها مهم، بس اللغة، لغة الرجل في الفراش تختلف عن لغة المرأة بالفراش. يعني شلون؟ يعني بالنسبة للرجل عنده اللغة الجسدية، الجسد مهم جدا. بالنسبة للمرأة لغة العاطفة مهمة جدا. طبعا ممكن المرأة يهمها اللغة الجسدية، الجواب نعم، بس نسبتهم أقل من الرجال. طيب الرجال هل تهم اللغة العاطفية؟ الجواب نعم، لكن نسبتهم أقل من النساء. فإذا لو قلنا 60-40 مثلا، فهني المرأة في الفراش اللغة العاطفية مهمة والجسدية تأتي رقم 2. الرجل لغة الجسد بالنسبة له مهمة والعاطفة تأتي رقم 2. لو الطرفين تعاملوا مع بعض بهذا المنظور راح تكون علاقتهم، علاقة الوسادة والمخدة والفراش، علاقة ناجحة.